قيام مطار دمشق الدولي إلى القاهرة على متنها 130 راكباً، إذاناً بإعادة التشغيل المنتظم لحركة الطيران من وإلى المطار أمام المسافرين. نعلن انطلاق العمل في مطار دمشق الدولي استناداً لتعليمات مجلس الوزراء بإعادة افتتاح مطار دمشق الدولي الذي توقف عن العمل كرحلات منتظمة اعتباراً من 26/3/2020 بسبب جائحة كورونا. كافة الإجراءات والاشتراطات قامت المؤسسة بتنفيذها وستتابع استمرار تنفيذها.